صحتك في غذائك. استضافة أخصائية في التغذية للترقوا معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهيلثي على الحياة أفهم. عسلمة، مرحبا بكم في برنامجكم صحتك في غذائك، اللي كل مرة نطرق فيه الموضوع يهم تغذيتكم الصحية والمتوازنة وتزامنا مع العطلة، وإنه الصغيرات باش يقعدوا في الدار ولازمهم يسترجعوا طاقتهم اللي بذلوها أيام الامتحانات. باش نحكيوا اليوم على التغذية المناسبة ليهم، وهذا الكل أكثر باش نحكيوا فيه مع المختصة في علم التغذية ورئيس قسم الصحة الوقائية مدام سونيا بوعلاق. عسلمة، مرحبا بك مدام سونيا. عسلمة أروى، مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعين. يعيشك مدام سونيا، كما كنت نحكي بكري قلت معناها الصغيرات توا وقت عطلة مش يقعدوا في الدار، بذلوا برشا مجهود وقت الامتحانات، استنسفوا شوية من طاقتهم العقلية. شنو الحاجات اللي نجموا نعطيها لهم في العطلة باش نغذيهم ويرجعوا القوة وصحة ونشاط؟ ايه ان شاء الله. احنا اول شعار سنقولوه بالنسبة للترونج دا جديك اللي يقطعوا معتها من 12 حتى 20 يلزمهم يعملوا معتها الشعار متاعنا زيغو سيكاريت سر السيجارة، ما يلزمهمش يتعودوا بالتدخين، يلزم 5 غلال وخضر في اليوم، ويلزم نشاط بدني اللي فوق 30 دقيقة يوميا. دونك هذا أول شعار. بالنسبة للماكلة نتاعهم يلزم تتركز على 3 وجبات يومية، ما يفوتوا حتى وجبة، وكل وجبة فيها السكريات، الزجاجيات، الدهنيات بمقدار 55% سكريات و 30% دهنيات و 15% زلاليات على كامل اليوم بثلاثة وجبات معناتها، ويلزم يشربوا الماء من إترة ونص حتى لترتين يوميا. الماء هو مهم على الاخر، خاصة مدام سونيا توا جاي شتاء وما عادش احنا حتى الكبار ما عادش نشربوا برشا ماء، دونك نأكدوا على الاخر على شربان الماء على حتى في الشتاء. فوالا، خاطر شربان الماء راهو كي تعطش راهو سيني دلعهم هذيك، راهو بدنك صيي ما عادش معناتها الشاح من ماء، يلزمك تشرب ما غير ما تعطش. معناتها تمشي لدبوسة الماء وتشرب من غير ما تعطش باش البدن يكون راوي ويكونوا لي سيليون، خاطر ماك تعرف 70% من الخلايا اللي في البدن يعوموا في الماء، دونك لابد منه باش نكونوا راويين. بالنسبة للغرينيتاج، أنا نقول لمجة بركة يوميا بالنسبة للصغيرات اللي أعمارهم معناتها في اللهج من 12 حتى 15 نقولوا معناتها حتى 20 ميم، يلزم لمجة بركة ياخذها العشية، يلزم ياخذ فطور الصباح متكامل فيه ثلاثة مجموعات غذائية، فيه الزلاليات، فيه الغلال والخضر، فيه شوية دهنيات، وفيه الحبوب ومشتقاته، وهذايا في الفطور الصباح اليومي. معناتها ينجم يكون نعطيك مثال، معناتها ياخذ كعبة غلة معها كعبة عظم معها شوية زيتونة وخبز ومعها كيس الحليب نتاعو، هذاك يمثل معناتها فطور الصباح مثالي. ويلزم في الغذاء إذا يتغذى معناتها ياخذ البار نتاعو نتاع الزلاليات، حتى ولو ما فماش زلاليات معناتها كيما نقولوا اللحوم ومشتقاتها، ينجم ياخذ الزلاليات النباتية كيما العدس، الفول، الحمص، هذوما يعوضوا الامتصاص نتاعهم أقل 70%، أما يعوضوا الغشاء نتاعهم بالحديد كيما الزلاليات الحيوانية. ويلزم العشاء نتاع الليل معناتها الوجبة الثالثة تكون موجودة زيادة، ما يلزمش يتعدى حتى وجبة. احنا ننصحوا باش الغرينيوتاج معناتها اللي على طول النهار صغير ياكل ويدور وياكل وياكل في تو السكريات معناتها ترانسفورمي معناتها اللي موجودة في الحلوى والبش معناتها والبسكوي والكل هذوكم يبعد عليها، على خاطر هما سكريات كيما نقولوا فيد اللي ما ينفعوش. يلزم حاجات اللي تكون حية وتكون غنية بالألياف وغنية بالفيتامينات والأملاح المعدنية. مدام سونيا، فما صغيرات يقول لك معناها هما غرومين بالشوكولا ويقول لك ما نجمش نستغنى عليها، ولا معناها قداش منصوح في الجمعة مثلا حتى نعطيو شوكولا نوار باش ما نحرموش كومبليتمون من الشوكولاتة؟ ينجم ياخذ صغير طابعين في اليوم شوكولا نوار، تعاونوا على التركيز، تعاونوا فيها الأملاح المعدنية اللي يستحقها الكل، ما فيها حتى معناتها مضرة. واضح، اللي هي شوكولا نوار معناها. ماذا بيا تكون في اللمجة المسائية، خاطر ما عندناش لمجة صباحية. نأكد على هذا يا أروى باش نبعدوا على البريفالونس نتاع لوبيزيتي، باش نبعدوا على السمنة في تونس، خاصة لدى المراهقين والصغيرات.
اللي ولينا معناها نلاحظوه برشا السمنه عند الصغيرات خاصه، معناها ولات حاجه مقلقه بالنسبه لكم كاخصائي تغذيه، ولات على الاخر مقلقه حكايه السمنه بالنسبه للصغيرات. اي وتؤدي برشا امراض بالطبيعه. اي علاج حتى توا لادوليسونس ولينا نشوف حتى ضغط الدم ونشوفوا السكري، دونك ماذا بينا نبعدوا على السمنه قدر المستطاع، وباش نبعدوا عليها بان ريجيم يكون متنوع ويكون ايكيليبري كما كنت نحكي لي بورسونتاج نتاعو، وتكون فما نشاط بدني. نشاط بدني. وما نحاولوش باش نعطيوها معناتها الماكله ما غير وقت وما غير قيمه، خاطر العمد على الكاليتي في الماكله. الماكله نتاعنا في الغذاء نتاعنا النوعيه تكون نوعيه باهيه باش الصغير يتغذى. مدام سونيا، فما حاجة أخرى زادة، الصغيرات وقت العطلة النوم نتاعهم مش يتبدل، احنا نصيحتنا للأولياء نتاعهم نحافظوا لهم على نفس الريتم اللي كانوا يقراوا بيه، دونك يرقدوا بكري يقوموا بكري باش تكون الوجبات في أوقات المعينة، ما يدخلش الصغير بعضه في الوجبات، خاطر إذا كان قام مخر بيان سور مش يفطر مخر. فوالا، خاطر عندنا أغلوج بيولوجيك، احنا ماك تعرف. فوالا. اليوم عندنا أغلوج بيولوجيك، الصبح التركيز يكون في قمته. ويلزم لي تخوا غاسيون تاع النهار ياخذهم في وقتهم باش معناتها الصغير ما يضيع حتى شيء من معناتها المنفعه نتاع الغذاء نتاعو. واحنا كي نقولوا جسم سليم نقولوا معناتها فما غذاء متوازن ومتنوع، فما نشاط بدني، حميه معناتها باهيه، وفما نوم زاده، فما ساعات سيرتو في الاولاد الصغار، فما ساعات من النوم اللي يلزم ياخذها الصغير. باه الوجبه المسائيه وقتاش منصوح بها الوقت نتاعها؟ بيان سور ماهيش مؤخره برشا وماهيش بكري برشا. اي يلزم نحافظوا على الوجبه المسائيه اللي العاديه اللي كان ياخذها وهو يقرا. مثلا ما نفوتوش السمنه مساء على خاطر بعد معناتها ماك تعرف حتى السمنه كيفاش تجي، هي وقت صغير ياكل ويرقد، معناتها ياكل برشا في الليل، الوجبه المسائيه تكون غنيه برشا وبعد يرقد، دونك ستوكاج باش يكون في الماكسيموم، دونك باش تكون فما سمنه. دونك المنصوح به معناه ما نفوتوش الثامنه مساء في الوجبه المسائيه اللي هي الوجبه الاخرانيه. شكرا لك مدام سونيا، ان شاء الله يعيشك، ان شاء الله عطله امنه لصغيراتنا الكل، ان شاء الله نشجعوهم ويبداو متميزين في قرايتهم. شكرا لكم، يعيش. شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتبعوا فينا الفيديو، ان شاء الله تلقاوه على الباج اوفيسيال فيسبوك الحياه افهم. كانت معكم اروى غيث كوتي ميكرو، نوفل الشرطاني في الاخراج التقني، محمد قدح امن لكم الديجيتال. في غذائك استضافة أخصائية في التغذية للترقوا معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهيلثي.